السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما أنا خيات أشرفت عليكم هذا المجال كم بدأ مين يسوي هذا؟ وحن دوري ما كان عند الأول ده أبو صير وده كل شيء كده جي. لقنا يا أبو إن أي تهيمة حقيقة ما كي لقى في ريو لك وناسن. وده كي واحد وده وش كي قصة وصفصن لك ولد انت. قصة ذي أي واحد أي لاد هاي أنت نريسو تيرين كهرب. ويل يجاور بس قبي ما حساو هاي أي جرو يكينن لبده ده هويو كمان أي واحد أي تري أنا جابوا أرك كرام عم مدر كل شيء إلا وإلا إضافي ويل كي سجل كم أصلا في السنين واحد أسمه جي واحد قادم عم مدر هو يدي واحد جاي دور إلا خلكي بنا قوس التري سو أوله ورعاه كلنا واجي مكوب بريجي أرتين تسواجي برين هبيك يسقبه حق يا وح الله يبيح حيوان مش تجوي يا سكوي بنت نباح رواد ما شبابك وح أرضي هرمعتك دينك أنت وذنها مركب إسرائيل مش زال تصي أو حاله يري ما تفيلن عاو ما حسب حيتي ما هنفيلنا يا برواقي بش يا أمان كونه وحيوان إلهي إلهي وهو متقنا وقدي وحي متقنا حيوان يمشي جوبي قدن خال الله ودي جيل أري يلا كدي بايم كبريم ومنك سو أردي يمت مرك سامو فيري ماشي صار يا محمد حالي وعلى عنا يا ديت وهنو يمت محمد متقنا حالي ما رانا سو تحت عين وصل نقطة أي من ثلاث سنين في يري هايو وحوج تبع واقعي بس بس حالا أن ما أن ترى الكل بكرين وياه ستة ما كان سترنا ورأني أنا متقنع عن حالا هنا هو يد قات أنا يد ندور كسجي أن تدرني ما ما ذكر على قادة أي شيء قبل ده إذا ندور كبل جي كذب من محله هذيك الله يجيب حالي اللي محتفرين ساعة وقاس حتى لو مرتي يجود بيسي مرتي بحيوان كمسو أرضي ماشي على وطني إنك الصبح متري مركي ماشي هو متري لو هو يمد مع مدي لفه الكري أو ماشي جال باي وحوي وفي الشاء الله ما كسر الله حرام في الشاء وناك يا خمان لك ما في الشاء بل إلا إلا يرى في الصبح ير بصدر يد إيه وشيخ وكشك كسر وحاسم ناتي بحالي اللي بقى بلوت عبد الله يسكدري بس هو جورنا قصص حليه هاي ويل باوحو جبر بجور سدي مركز هو يدين إسقرب دجية صدوه دينه وإسقرب دجية قبل ده نبكى هستو هو يدين هاستا يكشان صدوه دينه ويفيجين عدالة ميا ويل كان أسقى وحال أركانه كانوا تيكو وافقه أي وحي اللي بدل ماما وأنا احترامه اللي بدي هو يو اللي بدل إن عسكك إلى دجية ما أنا دمي قبل وحي تري قصة مشهورة لا يقان قبل وحي تري أنا هو يلا ما بأركك كري إضافي أنا هو يلا إسلام النولان كرنو يقرر عقلي ممكن إنه مود إن أذين هو يلا وان ري أنت عم بهيد الوقت هذه هو يلا لرره أن هو يلا وان ري بهيد مون سمايننا وياه سلاد وياه قد يبريو قد يبان عقتك جلي بول قبلها والله دعني نقولي لا نيرة ده ده والله أرتن سيء ودعني نقولي هين وياه مركو بري بو هو يدي قد يهستك جلي سو أولي يا دور عدة أو مناء أو بهجوية بكتورة وقصة جرت فأرنت أقول هذا أدو الروحة والله قف والبو إيمان لإنه كحنوصل وهو يدد الشيء سو كرسي قف والبو إيمان لأو مسلم أو دمير لإنه كحنوصل وسكي أصول نقضي هبينك بالإسكا السيحة وأقول مركو بريو حيتري تقضي كل أمي كان من نوله والغوك لبحايا والصوفيري نيكا الأساق اللي قد سنة يو أو دمير كيس أو وأكا عاي بالحور هو يدعك وردونت ما ماذا مركو قبل قد عاي يا حالي وح الله وحي عدود ده هيدا دورك كون نوله نمبا سو سودي سو قيلي ورابيه لباحي إلا مجوى ميل دور عدلاء واحد يوغم لها مركاسا وحالي وعلى الله الله وحالي لي محاط أمالينا يسا وحن وحن سوصو دينا سوقا يلينا يو
maxaad u malaynaysaa? Waxay tidhi waxaan u malayn xoolo ilaahay igu talagalay inuu yahay, ilaan malaha rabbiga aad ka malaysanayso baad leedahay. Mar walbaba ilaahay mala fiican baa laga malaystaa, mala xun mar kastaba ilaahay ka malaysani. waxaa la yidhi ilaahay wuxuu oga dhigay geel iyo lo iyo ari, wax walba ilaahay waa ahaysiin karaa. hadduu wiilkii waagii u beryey wuxuu yidhi maamadi kolley waa lagu kala baxay, aad bal soo fiirisid maydkeedii. wuxuu u imaaday maamadii xoolo meelay kala dhigtabala, dadkana xoolaha waa lagu jecel. adduunka qofka ugu ra'yi xun ugu liita haddii ilaahay xoolo siiyo ummadoo dhan baa iskaga tawasuli, iska daba istaagi. ninkii xoolihii markuu arkayba duqdi waxaa ka galay hawa, maamadi waaba taajiradba waa isa soo laabo gabadhii madaxuuri hooyada way naga raysatay, xoolo meelay kala dhigtay ba la'dahay. hunguri waa la jecelay soo ma, nin walba hunguri waa jecel. waxay tiri aniga hooyaday rar, saaka hooyaday rar, si ay xoolo u soo hesho geedi hoosta ka geli duur cidlaa meeshii meel u qaabilkeeda aadi, ila xoolo waa la jecel yahay moogta. maamadii baa geedi hoosta laga geliyey, ila meesha xoolaha lagu sheegay biile moogta. meel kale oo duur ah uu yidhi waa meesha ugu waraaba badan, ila xoolaha u bataan, xoolaha u bataan halkii dhurwaa wuxuu isku bedelay neef geel, meeshii buu aadiyey halkii intuu ku tuuray iskaga imaaday. gabadhu waxay leedahay maanta inigana ilbiriqsaa ku taajiraysaa. gabalkii markuu dhacay yaa wixii waraaba ah ama libaax ah ama dhurwaa ahaba soo qayliy, maamada waxaa lahay bal ka waran. wallahi waxay tiri caawa habeenkii adduun iigu dambaysa, caawa habeenkii adduun iigu dambaysa, waxaan waa wixii cuni lahaa. sida malaha ilaahay lagu kala dhow yahay, fiiri logbal baa lagu qaatay waa la cunay. xumaan weliga ha samaynin sheekho, war weliga adi xumaan ha samaynin, war weliga adi dulmi ha gelin. waagu markuu baryay gabadhi waxay tiri waagay sugi laada orod hooyada u tag, intay xoolaha haysatana iisu ogow. fariskiisuu soo qaatay waa soo kacay, maamada wuxuu maa diriceeda geedaha la saaray. meeshaa maxaa ka dhac arkaysaa? war nin walow hooyada si ciyaar ciyaara ha ugu xadgudbin, nin walow hooyada si ciyaar ciyaara ha ugu xadgudbin. hooyaday rar maxayt, anigana hooyada aan haysto. qofka waxaa yeelaya isaga see intee u socdaa, aakhira rajo kama qaba miya? waa waxyaalaha la yaab kale ka mid tahay, waxyaalaha la yaab kale ayay ka mid tahay. marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah waalidkooda inay u baari sameeyaan, waddadii loogu talagalayna inay ugu baari sameeyaan. horta waalidiinteenna, waalidiinta diinteena islaamka meel adag bay mataqaanaa iyo ka istaagtay, waa qof kastana uu ogyahay in mataqaanaa wax kasta laga horumariyo iyada. markii laga soo tagay cibaadada alle, raqabka labaad waxa soo galo waa birrul waalidayn, in loo sameeyo waalidiinta wanaag. marka qof kasta oo caasi ahna waxaa u dambeeyo cadaab iyo ciqaab iyo dhibaato aan la soo koobi karin baa mataqaana ayaa u dambeyso. markastana waxaa fiican qofka inuu ku dadaalo sida uu mataqaanaa waalidkiisii uu baari ugu noqon lahaa. hanti kasta iyo wax kasta oo daydahay, waxa ka muhiimsan ka wanaagsan waa waalidiinta. marka waalidka meel adag bay diinteeda ka istaagtay, waxaan rajeynayaa in dad badani ay ka faa'iidaysteen qisadan iyada ah. daawadayaal, intaan barnaamijka midaha ku kulmayno, waxaa idinkaga tagay saasi nabadgelyo.